التحقيق يوم الاثنين 19، وأصدر السيد قاضي التحقيق في اليوم ذاته يوم 19 أمر بإحالة أمام المحكمة، وحددت الجلسة للغد. لكن ما يمكن أن يقال وما صرح به الموكل تاعنا الصحفي ملاح عدنان هو أنه تعرض إلى عملية تعذيب، وتعذيب غير مطابقة لقانون الإجراءات الجزائية. وأنا شخصيا كمحامية فوجئت وصدمت أنه ما زالت مثل هذه السلوكات تتم في مراكز ضبطية قضائية في الجزائر، لأنه تعرض إلى أنه حطوا له النشافة في فمه وداروا له الجافيل وداروا له ربما هذا ما زاد وهذا اللي ظهرت حالته الصحية خاصة من حيث التنفس، كانت عنده صعوبة كبيرة حتى يوم الاستجواب أنه يتكلم يعني بصفة طبيعية. والحق يعني السيد قاضي التحقيق لابد أن نشيد كان يعني معاملة إنسانية كبيرة وتفهم وضعيته الصحية. شكرا جزيلا لك الأستاذة زبيدة.